للحديث أكثر ينضم معنا أيضا عبر الهاتف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران مقدم علي الشهراني. مساء الخير سعادة المقدم. بداية، ما هي تفاصيل سقوط المقذوفات على مدينة نجران، وهل هناك خسائر سعادة المقدم علي؟ مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. في تمام الساعة 9:30 من صباح هذا اليوم باشر رجال الدفاع المدني بمدينة نجران بلاغ عن سقوط قذائف عسكرية من الداخل اليمني، نتج عنها إصابة مقيمين اثنين. اللهم لك الحمد، لم يكن هناك أي خسائر تذكر، وكانت الأوضاع مطمئنة ولله الحمد. نعم. طيب مقدم علي، يعني تحدثت أنت وأوضحت في الخبر قبل قليل أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، ما هي هذه الإجراءات التي تم اتخاذها المعتمدة في هذا الشأن كما تحدثت قبل قليل؟ طبعا الدفاع المدني يشارك جميع الأجهزة الأمنية والأجهزة الصحية وجميع أجهزة الدولة في هذا الشأن. هناك خطة معدة مسبقا تم اعتمادها من سمو أمير المنطقة بمشاركة جميع الجهات الأمنية والصحية. الخطط طبعا الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن اللي تباشر فرق الدفاع المدني في حالة الإنقاذ والإطفاء والإسعاف، تباشر الجهات الأمنية الأوضاع الأمنية للحفاظ على الأمن، كذلك تباشر الجهات الصحية وجهات نقل المرضى ونقل المصابين. فاللهم لك الحمد، يعني والجهات الأخرى في مجال إعادة سير الأمور ولا سير العمل في جميع المرافق العامة والخاصة إلى المعتاد أو الوضع السابق، إعادة وتأهيل الأوضاع في المدينة إلى الوضع السابق. يعني والوضع مطمئن الحمد لله، كانت الخسائر قليلة ولا يوجد هناك يعني ما يذكر. يعني الآن الأوضاع مطمئنة سعادة المقدم؟ اللهم لك الحمد، الأوضاع مطمئنة ونسأل الله أن يحفظ بلدنا ومواطنينا وولاة أمرنا. نعم، كان معنا عبر الهاتف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران مقدم علي الشهراني. شكرا جزيلا لك مقدم علي.